عشر سنين بمهرجان إبداع متجمعين. في كل سنة شفنا مواهب شابة على النجاح مصممين، شباب كان كل حلمه إنه يكون من الفايزين وإنه يضمن مكانه بين المبدعين. مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر بيقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وبدعم كامل من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. النهاردة موعدنا مع فعاليات مسابقة الابتكارات العلمية والتي تقام على خشبة مسرح المدينة الشبابية بالأسكندرية، وبيشارك فيها 30 جامعة ومعهد عالي وأكاديميات حكومية وخاصة. هيتنافسوا السنة دي على جوائز تقدر قيمتها ب 520 ألف جنيه مصري. جوائز مسابقة الابتكارات العلمية بتحمل اسم رائد التخطيط العمراني في مصر وفي العالم العربي. هو أول من حصل على درجة الدكتوراه في مجال العمارة بمصر ولقب بأمن حتب القرن العشرين. هو المهندس المعماري سيد كريم. أمن حتب القرن العشرين سيد كريم. يعد المهندس سيد كريم من أعلام التخطيط العمراني في مصر والعالم العربي. ولد في محافظة المنوفية عام 1911، وكان أول من حصل على درجة الدكتوراه في مجال العمارة، وأول من أنشأ مكتب استشاري العمارة والتخطيط في مصر، وأول من أصدر مجلة معمارية في الوطن العربي. له إسهامات متميزة في عالم التخطيط العمراني، منها مشروع تخطيط وتعمير مدينة بغداد الجديدة، وكذلك دمشق الجديدة بسوريا، وجدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، وغيرها العديد من المدن العربية. وفي مصر قدم مشروع تخطيط مدينة نصر بالقاهرة، وجزيرة أمون بأسوان، ومدينة الغردقة. وكذلك ظهرت إسهاماتي في مشروع المباني العامة مثل نقابة الصحفيين ودار أخبار اليوم ودار روزا يوسف، إلى جانب العديد من المباني العامة في العالم العربي. قدم كثير من المؤلفات مثل بناء الإنسان وبناء المدينة ودراسة العمارة والعمران في القرن الواحد والعشرين في مصر، وكانت له جهود كبيرة في مجال حماية الآثار المصرية. حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، منها جائزة الدولة من الحكومة البلجيكية مع درجة فارس شرف ووسام ملك العراق، وأوسمة من المغرب والجزائر. لقب المعماري سيد كريم بأمن حطب القرن العشرين نظراً لعلمه وإسهاماته الواسعة في مجال التخطيط والعمارة، بالإضافة لاهتمامه الكبير بتاريخ المصريين القدماء. ورحل عن عالمنا في يوليو 2005 عن عمر يناهز 94 عام. خلونا في البداية نرحب بأعضاء لجنة التحكيم، والبداية الأستاذ الدكتور أحمد أبو الفرج وكيل كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. الأستاذ الدكتور محمود طنطاوي المدير التنفيذي لبرنامج دعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات بأكاديمية البحث العلمي. الأستاذ الدكتور محمد الطويل رئيس الأقسام التعليمية بكلية الحاسبات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. يلا بينا نبدأ مع بعض منافسات اليوم من مسابقة الابتكارات العلمية، وخليكوا دايما فاكرين شعارنا في مهرجان إبداع: مع إبداع حقق حلمك. أنا هبة الله، كلية هندسة جامعة عين شمس الفرقة الثالثة، معايا زميلتي. وأنا رنا عمر، هندسة عين شمس الفرقة الثانية. عمرك سألت نفسك عن حادثة حصلت بسبب الفيلوستي العالية بتاعتك، أو بسبب السرعة الزايدة بتاعت حد معاك في الطريق؟
اكيد سمعت عن حاجه زي كده. ومن هنا جبنا اسم البروجكت بتاعنا وهو مدار. يعني ايه اسم مدار؟ مدار هو يعني جايه من ان هو بيتابع الفيلوستي بتاعه العربيه على مدار ال 24 ساعه. اوكي طيب ايه الانسبيريشن بيهايند اور ايديا؟ اوكي مع في مشروعات كتيرة في الوقت الحالي كانت بتهدف إلى أن احنا نطور الطرق والكباري بشكل كبير قوي، بس مع تطور الكباري دي واجهتنا مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان احنا ما بقيناش عارفين ان احنا نتراك الفيلوستي على مدار على مدى الطريق كله، فعلى مدى الطريق كله. وكمان واجهتنا مشكلة ان الناس بدأت تعرف اماكن السبوتس بتاعت الرادارات، فإما ان هي بتوقف بتهدي السرعة عند الرادارات دي وبتسرع في بقية الطريق، أو إنها بدأت إن هي تعرف أماكن الرادارات فبتكسرها وبتتلفها، وده إهدار للمال العام بشكل كبير قوي. دلوقتي هنتكلم عن البروجكت بتاعنا بشكل عام. هنتكلم عن 3 points. هنبدأ بالمدار ستراكشر. المدار ستراكشر بروجكت بتاعنا فيه كام بورت؟ عندنا أول حاجة تشاب، وعندنا موبايل أبليكيشن، وعندنا الجوفرمنت مونيتورينج اللي احنا هنتكلم عنه في البرزنتيشن. خلينا نبدأ بالأون تشيب بورد. اوكي هي فيها ايه؟ عندنا جي بي اس. ايه وظيفه الجي بي اس؟ انها تحدد مكان السياره، وهنحدد يعني هنحدد مكان السياره وهنحدد الشارع اللي فيها، واكوردنج تو كده هنحدد الكار فيلوستي اللي هي لو تعدتها هياخد مخالفه. تمام. تاني حاجه عندنا السيريال مودم، دي طريقه الكوميونيكيشن ما بين التشيب الموجوده في السياره بتاعتنا والسيرفر. تالت حاجة عندنا البيلت ان باتري، دي وظيفتها ايه بقى؟ دي عشان لو حد حاول يشيل التشيب من السيارة، دي هتبعت، دي هتريبورت للجوفرمنت انه السيارة دي بالديتيلز بتاعتها حاولت تشيل الملصق والتشيب بتاعتنا. عندنا الامباكت سنسور، امباكت سنسور دي ان كيس ان حصل لا قدر الله حادثة او حاجة، هتريبورت للجهات المسؤولة انه هنا حصل حادثة بالمكان. في السلايد دي هنوضح انه التطور يعني وي امبروفد ايه في الملصق الالكتروني الاوريدي موجود. فاحنا تشيب بتاعتنا ضافت الى الملصق الالكتروني الاوريدي موجود، ضافت لنا حاجات للجوفرمنت وضافت لنا حاجات للمواطن. من ناحيه الجوفرمنت هي خليته يبقى فيه فول ترافيك كفرج، وخلت فيه يبقى فيه سكيورتي جارد وايكو فريندلي. طب من ناحيه المواطنين هيبقى فيه فايند ماي كار، موبايل ابلكيشن، وعندنا اخر حاجه الامرجنسي هيرو. خلينا نتكلم عن ديتيلز كل واحده في البرزنتيشن. هنبدا بالفول ترافيك كفرج اند فايند ماي كار، ازاي بيشتغلوا. احنا عندنا التشيب بتاعتنا دلوقتي محطوطه على السياره، السياره دي بتكلم السيرفرات عن طريق السيلر مودم، بالاخر بتتكلم مع اليوزر انترفيس عشان نقدر يستفيد من البروجكت بتاع مدار والكار ابلكيشن اللي احنا هنتكلم عنه. عندنا تاني حاجة من حاجات اللي بنضيفها للجوفرمنت هي الريموت كار ايدنتيفيكيشن. دي معناها ايه؟ ان انا لو عندي سيارة مطلوبة وقربت من كمين، فاحنا بدل ما نقعد نشوف كل سيارة هل هو ده المطلوب ولا لا، دي هتخلينا ان احنا نعرف السيارات المطلوبة نقدر نديتكتها ريموتلي. احنا عندنا مثلا هنا في سيارة حمراء، هي دي بتديتكت انه السيارة دي مطلوبة وهي داخلة على الكمين، فاحنا قدرنا نديتكتها. دلوقتي هنتكلم عن تالت حاجة الموبايل ابلكيشن. دي من ناحيه المواطنين احنا بنوفر لهم موبايل ابلكيشن. موبايل ابلكيشن ده فيه المخالفات بتاعتي والمكان بتاعها، وعندنا شويه ديتيلز عن انه السياره الرخصه بتاعتها امتى هتنتهي، وشويه ديتيلز عن السياره يعني وعن اليوزر، واخر حاجه بتحدد لنا الكار لوكيشن. عندنا بعد كده احنا اهتمينا قوي المشروع بتاعنا ان هو يحقق سستينابيليتي على قد ما نقدر، فحققنا ان هو يكون ايكو فريندلي وان هو يكون لو كوست. تاني حاجه عندنا ان هو سكيورتي جارد. الفكره هنا ان في حاله حدوث ان يعني اصدار امر قضائي بضبط عربيه، او ان حصل مثلا ان في ضبط قضائي بسبب ان في مخالفه ما او يعني خروج عن القانون باي وسيله من الوسائل، هيكون للحكومه يعني احنا هندي الاكسس للحكومه ان هي تعرف اللوكيشن بتاع الكار، وبالتالي ده بيسهل عليها ان هي تضبط المجرمين في اسرع وقت. ممكن المواطن يشيل الجزء ده من العربية ومحدش يعرف يوصله؟ ممكن المواطن يشيل التشيب. ساعتها احنا قلنا في بيلت ان باتري، دي هتريبورت للجوفرمنت انه الشخص ده شال التشيب بتاعتنا. تمام. طيب بتحددي الريسك على اي اساس؟ ان لو في ريسك هودي له المساعدة. معلش ما سمعتش. في بلان لموضوع الريسك. ريسك. لو في ريسك فهخلي الهلب تجيله، هخلي مساعدة تجيله. الامباكت سنسور ان كيس في حادثة. هيعرفها ازاي؟
ايه العوامل اللي بيعرف عندها ان حصلت هنا مشكله، جايز العربيه واقفه في اشاره مثلا. اوكي احنا عندنا لما مثلا لما بتحصل حادثه ومحتاجين ايمرجنسي كار، احنا في امباكت سنسور، الامباكت سنسور ده هيحدد انه حصل حادثه. احنا زي. عندنا حاجه مثلا زي الايرباك، الايرباك فجاه هيطلع، فاحنا هنقدر نديتكت انه في حادثه هنا ولازم نوصله الاسعاف as soon as possible. يبقى كانه هيتوصل على الايرباك، هي دي الكونديشن بتاعي ان في حاجه. انا يوسف خالد. وانا كريم السواح، هندسه عين شمس. النهارده جايين نمثل المشروع بتاعنا صادم. صادم هو عباره عن مشروع بيقلل الكوست والتايم بدون تاثير على الكواليتي في مجال ماركت الحجم اكبر من 13 مليار دولار، وهو مجال ال 3D مابينج. ال 3D مابينج ان احنا يبقى عندنا مكان ما نعرفوش مسبقا، عايزين نعمل ديجيتال فيرجن منه، فده بيستخدم في حاجات كتير زي الانتيرير ديزاين والجيم ديفلوبمنت، وحتى الوزاره بتستخدمه عشان تعمل فيرتشوال تورز للسياح. حاليا لو احنا عايزين نعمل كده فبنحتاج اجهزه بتبقى مكلفه جدا، ممكن توصل ل 20,000 دولار، وبتحتاج عماله متخصصه عشان تقدر تدير الاجهزه دي. تخيلوا معانا لو مش محتاجين العماله دي، مش محتاجين عماله خالص، بتكلفه اقل بكتير جدا، 2,500 دولار. مش محتاجين نتخيل ده لان ده عملناه فعلا، ودي صور من المكان اللي احنا قاعدين فيه في المسابقه فعلا. السكن بتاعنا مابس معموله من الاوض، ودي ماب للمدخل بتاع الاوض عملناه فعلا. الكلام ده خد مننا دقيقتين تقريبا امبارح. صادم هو عباره عن سرب من الاوتونومس درونز. السرب ده بيقدر يخش اي مكان ما نعرفوش مسبقا، وبيعمل 3D ماب للمكان، وزياده على كده اليوزر بيقدر يعدل في الماب دي، بمعنى لو في كرسي مثلا هنا او ترابيزه هنا في الديجيتال ماب، عايزين نشوف الكرسي ده لو جه هنا شكل الاوضه هتبقى عامله ازاي مثلا. فده حاجة السيرب والسوفت وير بتاعنا بيقدر يتيحها. نتكلم أكتر عن تفاصيل المشروع. أول حاجة ده الفيديو ده بيوضح الأسامبلي بتاع الميكانيكال ديزاين بتاعنا، فده تم بالفعل وتم تصنيعه، وعملنا له اختبارات في الستابيليتي والكنترول عشان نتأكد إن الدرون هتقدر تأدي الوظيفة اللي هي معمولة عشانها. ودي صورة من الدرون بتاعتنا الحقيقية بعد ما اتصنعت، بس هي مش معانا النهارده بسبب التصاريح ما بتسمح لناش ان احنا نخرجها من الكليه حاليا. حبه ارقام عن الدرون بتاعتنا. اول حاجه احنا قدرنا نكسر حاجز ال 30 دقيقه طيران في شحنه واحده، وقدرنا نخلي وزن الطياره نفسها بكل الحاجات اللي عليها كيلو 800 جرام. والفيديو ده بيوضح التستنج اللي عملناه على الجيمبل عشان نسهل المابنج على الكاميرا. وطبعا بما انها اوتونومس لازم تبلان الحركه اللي هي تتحركها، فده فيديو بيوضح الدرون وهي في مكان بتعمل له اكسبلوريشن وبتستكشفه. الاسود ده هي الحيطان، الابيض ده هي الاماكن الفاضيه، والرمادي ده الاماكن اللي هي لسه هتستكشفها. انت بتستخدم فوتوغرامتري سوفت وير عشان ترسم الرسمه صح؟ لا مش تليمتري، هي بعد كده بنستخدم 3D موديلنج من الزد، يعني في ستيريو كاميرا زد متركبه على على الدرون نفسها، هي اللي بتبقى مسؤوله عن الموديلنج. فالمفروض في فيديو بيوضح تاخد كام صوره عشان ترسم موديل. يعني انا عارف ان لازم محتاج تلف 4 لفات حوالين الباوندري بتاع الحاجه عشان تاخد لها صوره او تطلع الصوره بشكل ومن كذا بعد وكذا انجل، فبتعمل المفروض تاخدها من كذا بعد وكذا انجل، وفي نفس الوقت تاخدها كذا مره. تمام حلو. كذا بعد بتبقى محتاجينها عشان الحتت اللي احنا مش شايفينها. تمام. يعني مثلا ورا الترابيزه مش باين من الناحيه دي، بس لو انا عايز اجيب وش الترابيزه فانا مش محتاج غير صوره واحده. حاليا في كذا موديول تاني هنتكلم عنه برضو. ان انا دلوقتي مثلا انا حركت كرسي صح؟ تمام. ففي تحت الكرسي ده الارض، الدرون مش شايفاها، لو اليوزر حرك الكرسي الارض بقت مخرومه او ظهر الكرسي مش باين. في موديولز عندنا بتريكونستراكت الحتت من الكرسي اللي مش باينه والارض اللي مش باينه، بس هنتكلم عن الحاجات دي. طيب انا عايز اسالك، بان انت بتقول ان هي اوتونومس، قول لي التكنيك كده لو في مكان اول مره هي تنزل فيه، التكنيك بتشتغل عليه ازاي؟ تمام. كبلاننج اللي هو هتحرك ازاي. حلو. حاليا احنا في حاجتين اشتغلنا عليهم. اول حاجه اللي احنا بدانا بحاجه بسيطه، وول فولور، بمعنى ايه؟ في حيطه، الدرون هتشوف اقرب حيطه فين وهتمشي معاها. طبعا ده في كذا مشكله، هول زي اللي احنا فيها دي في النص مفيش حيطان مش نعرف نمابها، وممكن تستك في لوب. لا انا عايز اماب مكان في الصحراء مثلا. حلو تمام. فده الطريقه الثانيه بقى، بيز على الار ار تي اللي هي رابيدلي اكسبلورينج راندوم تريز. بنعمل ايه؟ بيبدا الدرون هنا دلوقتي عايزين نكسبلور المكان، بنفتح ار ار تي اكسبلور المكان، والدرون بتختار بعد كده الطريق
اللي هيماكسمايز الحتت اللي هي ما شافتهاش قبل كده. يعني انا المكان ده بنسميها فرونتيرز، اللي هي فرونتير اكسبلوريشن. يعني انا الاوضه دي دلوقتي في ركن كبير انا شايف انه مش حيطه، فده فرونتير جديد انا عايز اكسبلوره، فبيزد على البوينتس اللي طلعت من الار ار تي بشوف انهي بوينت توصلني لاكتر عدد من الفرونتيرز في ديستانس قليله، فتكسبلور المكان باسرع طريقه. اوكي. طب والكلوز لوب؟ كلوز لوب ان انت ما تفضلش تلف والاماكن الثانيه ما تشوفهاش. بالظبط، ما هي دي الفرونتيرز. الفرونتيرز بتبقى في الحتت اللي انا ما شفتهاش بس، يعني الحيطان ما ينفعش تبقى فرونتير، بس مثلا في باب فده هيبقى فرونتير، لان ايه، هيبقى زي باوندري ما بين حته ابيض فراغ وما بين جري، فدي الفرونتيرز اللي انا الدرون بتبدا تتوجه لها عشان تكسبلور الحتت الجديده. يعني انا عايز اقول لكم ان انتوا شغلكم هايل وبروميسنج جدا كمان. أنا حسام فرحات ومعايا زميلتي منار أحمد، كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف. النموذج اللي معانا النهاردة هو عبارة عن واير أبليكيشن للوايرلس كوميونيكيشن، وبيعتبر في نفس الوقت IoT سولوشن، وهو عبارة عن جراوند ستيشن. هنوضح تفاصيل أكتر للأوبريشن في السلايدات اللي جاي. مبدئيا مع انتشار تكنولوجيا IoT في السنين الأخيرة، واحدة من أكبر المشاكل اللي بتواجه السنسورز والجيتويز والIoT ديفايسز عشان تكونكت على البلاتفورمز في المناطق البعيدة زي الغابات والصحاري، كانت مشكلة الكونكشن، ان انا بيكون عندي فورست فايرز ديتكشن سنسورز في الغابات بس ما فيش نت في الجنجل، بيكون عندي حد مثلا عنده مزرعة حاطط فيها اكشويترز وسنسورز وفي نفس الوقت ما فيش نت في الصحراء، تمام، وفي المناطق وفي الصحاري وفي السفن برضو والمحيطات، ابار البترول والمناجم بتواجه برضو من مشكلة الكونكشن وان ما فيش كونكشن مع الساتلايت. طيب حل المشكلة ديت هو بيكون عبارة عن جراوند ستيشن، بس مش بتكون بضخامة الجراوند ستيشن بتاعت وكالات الفضاء واللي هي بتكون للكنترول وكده، لا، جراوند ستيشن زي نماذج بتاعت الانترنت عن طريق الأقمار الصناعية. الجراوند ستيشن دي مخصصة ان هي توفر وايرلس كوميونيكيشن ما بين اليوزر وما بين الساتلايت بترانسميت باور قليلة، تكون من ضمن الرينج، تكون افوردبل من اليوزر، تمام. بالنسبه للIoT ديفايسز وبالنسبه للسنسورز، بيكون عندي اوريدي نتورك، ساتلايت نتوركس موجوده زي سات الIoT دي، ممكن اكونكت دايركتلي السنسورز الIoT سنسورز والاكشويترز على النتوركس دي، او ممكن اكونكتها عن طريق النت عن طريق الاقمار الصناعيه. بالنسبه لليوزر، لو مثلا يوزر في صحراء او في مكان ما فيهوش نت، زي مثلا اليوزرز بتوع ابار البترول والمناجم وكده، بيكونوا محتاجين اكيد للاتصال والتواصل اللاسلكي، فالجراوند ستيشن ممكن توفر الانترنت عن طريق الاقمار الصناعيه، وبرده ممكن اكونكت السنسورز بتاعتي عن طريق الاقمار الصناعيه. بس المشكله عندي، بيكون عندي مشكله اسمها البوينتنج، تمام، لان انا علشان اكونكت بترانسميت باور قليله ويبقى النموذج حجمه قليل، هستخدم ميد ولو اوربت ساتلايتس، وبس الميد ولو اوربت ساتلايتس مش بتكون ثابته في مكانها زي الجيوستيشنري بتاعت التي في سيرفيسز، فبحتاج الجوريزم. الالجوريزم دي بناء على البيانات الاوربت بارامترز بتاعت الساتلايت وبناء على اللاتيتيود واللونجيتيود بتاعت الجراوند ستيشن، بتعمل اوتوماتيك بوينتنج للانتنه، وبحتاج الاوتوماتيك بوينتنج دي في حاله الارسال بالذات. اما في حاله الاستقبال، طالما انا من ضمن الكفرج اريا بتاعت الساتلايت، مش بحتاج بوينتنج. ممكن البوينتنج الجوريزم دي بتحل لي مشكله التلسكوبات، برضو بيكون عندي تلسكوبات والعدسات جاهزه وتمام، بس علشان اوجه التلسكوب مثلا للسيليستيال اوبجكت زي الصن زي المون، بحتاج اعمل له بوينتنج، ودي مشكله بتكون موجوده عندنا في السبيس اندستري وكده، هي مشكله البوينتنج. طيب ممكن استفيد بالبوينتنج ميكانيزم عن طريق ان انا لو عندي وسيله مواصلات بتتحرك زي مثلا قطر او طياره او
او اي وسيله بتتحرك ومحتاج اعمل استابليش ل تي في سيرفيس بس الوسيله بتتحرك فاوريدي البوينتنج بتاع الانتنا بيتحرك فهعمل انتجريشن ما بين الاي ام يو والجراوند ستيشن والبوينتنج ميكانيزم هيعمل اوتوماتيك بوينتنج وريال تايم للقمر الصناعي بتاع التي في سيرفيس اللي انا عامل كونكشن عليه ومهما اتحركت الوسيله بتاعتي في اي اتجاه هيكون في اوتوماتيك بوينتنج وهعرف استخدم التي في سيرفيس بتاعتي. شكرا. ماشي يا باشمهندس، شكرا جزيلا، متشكرين جدا. شفنا النهارده لجنه التحكيم كانت ارائهم قد ايه متباينه ومختلفه، واكيد المتسابقين في الجزء الباقي من حلقتنا هيكون ليهم راي تاني. يلا بينا نشوف. كنوز مصريه، مش ذهب ولا ماس ولا مرجان، دي كنوز بشريه، جواهر شبابيه من كل جامعات مصر ومعاهدها واكاديمياتها، مبدعين موهوبين وعلى الحلم مصممين، ومن وزاره الشباب والرياضه طالعين علشان يقدموا علمهم وفنهم، وعلى التلفزيون المصري منورين في ابداع 11 تحت رعايه السيد الرئيس رئيس الجمهورية، مع إبداع حقق حلمك. أنا الطالب أحمد حسام عرابي وزميلي سيد محمد سعد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مشروع السبلاي تشين بيزد أون البلوك تشين. في البداية كلنا سمعنا عن العملات الرقمية وإن هي شغالة بتكنولوجيا البلوك تشين، ففي عجالة هنتكلم عن البلوك تشين. البلوك تشين باختصار هو مجموعة من أجهزة الكمبيوتر متوصلة ببعض بيحصل ما بينهم داتا اكستشينج. عرفنا البلوك تشين إزاي وليه عايزين نستخدمه، واكتشفنا إن في دول بتستخدم البلوك تشين، وآخر دورة كانت لسه مستخدمها الإمارات في إمارة دبي إن هي تستخدمها في الخدمات الحكومية وفي تسجيل السيارات. ليه نستخدم البلوك تشين؟ البلوك تشين بيقدم لنا مزايا مهمه. اول ميزه عندي الديسنتراليزيشن، ان هو سيستم اندبندنت في نفسه، ما بيحتاج ثيرد بارتي يتحكم في السيستم. تاني ميزه عندي ترانسبيرنسي، ان جوه الشبكه بيكون في ترانزاكشن بتتم، لان هي عملات رقميه بس احنا هنستخدمها بطريقه ثانيه. اي ترانزاكشن بتتم بما اني انا الاونر للترانزاكشن اللي تمت دي بعرف التفاصيل وايه اللي جرالها جوه الشبكه. لازم نتكلم عن الهاشنج الجوريزم، هو عباره عن ان انا باخد الاوريجينال داتا بدخلها على انكريبت فانكشن بيطلع لي الاوتبوت المتشفر ده بيتشمى الدايجست. ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في الميزه اللي بعدها الاميوتابيليتي. الاميوتابيليتي معناها ان انا عندي اسمه بلوك تشين، كل في التشين في بلوكات، كل بلوكات بتحتوي الداتا المعينه اللي هنتكلم عنها. الداتا دي بتتشفر بانكريبت فانكشن معينه بيطلع لي هاش، باخد الهاش ده بشفر بيها البلوكال الداتا الموجوده في البلوكال بعدها وهكذا. ففي لو الداتا في بلوكات معينه اتغيرت كل التشين هتخرج بره الخدمه. وفي مزايا ثانيه زي السكيورتي والسبيد، ان هي بتعرف تعمل سبع ترانزاكشن في الثانيه. ضيعت حوالي دقيقتين من وقتك في ان انت بتشرح لنا بلوك تشين، ما احنا عارفين البلوك تشين دلوقتي. خش على فكرتك على طول عشان طيب تستفيد حاضر. بوقتك تمام. في البلوك تشين في كذا ابلكيشن احنا هنستخدمهم في السبلاي تشين. المشروع عملنا له بيلد. تمام. الكود كتبناه بلغه السوليديتي عشان نعرف نكتب كود معين يقوم بفانكشن معينه ونعمل لها رن على شبكه البلوك تشين. استخدمنا تول اللي هتعمل كومبايل للكود وتعمل له رن على الشبكه اسمها ترافل. وعملنا وفي فيرتشوال لوكال بلوك تشين عملناه موجود ببرنامج الجناش، وخطوه جايه عشان نعمل عليه رن للكود، والخطوه الجايه ان شاء الله ان احنا نعمل وعملناها وقدمناها في الاستماره ان احنا نعمل بلوك تشين برايفت ما بين اجهزه موجوده. وعملنا فرونت اند بسيطه بالجافا سكريبت، وعندنا الوالد الميتا ماسك اللي بتربط ما بين الفرونت اند والباك اند. بالنسبه للمشروع بقى السبلاي تشينز، مين اللي هيتكلم؟ فكره السبلاي تشين بتاعتنا ان احنا بنعمل تتبع للبرودكت بتاعنا من اول السبلاير لحد ما نوصل للكونسيومر. فقبل ما نستخدم تقنيه البلوك تشين كانت مشكله عندنا
ان احنا الاول ما مش متاكدين من البرودكت بتاعنا المصدر بتاعه ايه، ولما بنتنقل للمانيفاكتشر المصنع بتاعنا مش متاكد الكميه اللي داخله له، هو مش متاكد ايه اللي داخل له وايه اللي هيخرج منه البرودكت، كنا بنضطر نحتاج لشخص ثالث يتاكد من الكواليتي بتاعتنا، وده كان ممكن يحصل فيها تلاعب برضو. بعد كده عمليه النقل كانت بتاخد وقت اكتر بسبب التعاملات الورقيه اللي بتحصل من المصنع للمخزن الاساسي، فكل ده احنا غيرناه باستخدام التقنيه بتاعتنا. بعد كده كان في المخزن برضو مش متاكد من الكميه اللي داخله له والمخزون الموجود عنده هل حصل فيه تلاعب ولا لا، وبالنسبه برضو للتجزئه والكونسيومر ما كانش متاكد من البرودكت بتاعه مصدره ايه وايه المكونات اللي داخله فيه. هو ايه السنسور اللي استخدمتها عشان تتراك؟ انت مش بتقول لي بتراك البرودكت؟ بتراك ازاي البرودكت؟ في سنسور بتستخدمها ولا كاميرا ولا بتتراك ازاي؟ استخدم سنسور. طب احنا ما عملناش التطبيق النهائي بس احنا نستخدم سنسور لو حبينا نعمل الجزئيه دي. طب انت بتتراك ايه؟ بتتراك البرودكت يعني لو سبويلد او حصل له فساد او اللي حصل له ولا حصل له بس الفكره ولا بتتراك عدد بس كم قطعه دخلت؟ انا برضو ما فهمتش الحته دي منك. تمام، الفكره ان هو بيبقى كذا ستيج في السبلاي تشين، احنا هنربط كل الستيج دي ببعضها فهيبقى السيستم كله سنكرونايز بحيث ان هو يشوف البرودكت الماتيريال لما جت للسبلاير المانيفاكتشر خد صنعها طلع منها كميه برودكت معينه، عرف ان البرودكت ديت طلعت لكذا مصنع معين فيعرف ان البرودكت اللي كان متسجل على البلوك تشين هنا طلع بالكميه المعينه وراح للسورس المعين، فهو لحد ما توصل للكونسيومر هيبقى عارف طريقها من البدايه للنهايه. بصراحة شطار وفاهمين شغلكم، عايزين تشتغلوا شوية على حتة النقل سرعة نقل المعلومات والديتا على البلوك تشين. لو اشتغلتوا على الحتة دي هتعملوا شغل حد، ممكن تعملوا وراها بيزنس كويس جدا كمان. أنا إياد وليد رابع علاج طبيعي. السلام عليكم، محمد ناصر رابع علاج طبيعي. اسم المشروع بتاعنا هو HBT Home Program Trainer. ده التيم بتاعنا، انا مسؤول عن الديفلوبمنت، محمد نصر مسؤول عن الماركتنج بلان، ومنا جمال مسؤول عن الفاينانشال بلان. ايه هو HBT؟ احنا الفكره ان احنا ايام كورونا وبعد ما كورونا دلوقتي الناس بقت تتجه للاونلاين كوتشنج والاونلاين تريننج، فاحنا قلنا لما الناس تعمل اونلاين لما تتدرب اونلاين في احيان اخطاء بتحصل، الاخطاء دي ممكن تؤدي لمشاكل في الموفمنت. المشكله في الموفمنت دي هتقلل الريهابيتيشن تايم، لكن انا كبيتي بدي هوم بروجرام للعيان فما اعرفش هو عمله صح ولا غلط، فاحنا عملنا الحل ان احنا عايزين نقلل التايم بتاع الريهابيتيشن وعايزين نخليه يعمل حركه صح، فطورنا برنامج سوفت وير نقدر نعمل بيه ديتكشن للموفمنت بتاعه العيان في التدريب اللي احنا عايزينها، ومن الديتكشن ده نعرف هو عمل كم عدة صح، وفي نفس الوقت نعرف الرينج في موشن اللي يمشي فيه. ايه الحاجات اللي احنا استخدمناها عشان نعمل البرنامج ده؟ استخدمنا بايثون كلغة اساسية، واستخدمنا استخدمنا اوبن سي في عشان نعمل كاميرا كابتشر، وميديا بايب عشان البوز استيميشن، وتينكتر عشان نعمل جي او اي. ازاي بيشتغل؟ احنا في الاول عملنا مديول بميديا بايب واوبن سي في، عملنا كام فانكشن عشان تعمل ديتكت لللاند ماركس بتاعه الجوينت، وفي نفس الوقت تديتكت للرينج اوف موشن. احنا قلنا كل جوينت بيتكون من ثلاث نقاط، في الميدل اللي هو الجوينت نفسه، وفي الديستال بوينت، وفي بروكسيمال بوينت. عملنا المعادله اللي عندكم تحت دي بتحسب الرينج اوف موشن، وبعد كده عملنا جيو اي اللي قدامكم بحيث نحسب الكاونتس والستيت، هل دراعه تحت ولا هل هو داون ولا اب، وفي نفس الوقت نحسب الرينج اوف موشن بتاعه. دلوقتي هكلمكم احنا بنخدم مين بالبرنامج بتاعنا. بنخدم اربع فئات، بنخدم دكتور العلاج الطبيعي الفيزيكال سيرفيس، بنخدم الكوتشز، بنخدم الناس اللي عايزه تقوم بالتمارين صح، بنخدم الناس اللي بتتمرن اونلاين اللي ما عندهمش وقت ان هم يشوفوا الكوتش بتاعهم يوريهم اذا كان التمرين صح ولا غلط، وده البيزنس موديل كانفاس بتاعنا. هنعتمد ان احنا في الماركتنج ان احنا هيبقى تعاون مع الفيزيو سيرابيست كلينيك، هنتعاون مع الكوتشز الاونلاين، هنتعاون على الانفلونسر اللي هم بيدربوا الناس اونلاين. من الريزلتس بتاعتنا ان احنا هنقلل السبورت انجريس بسبب التريننج بشكل مخصوص بنسبه كبيره جدا، وهنقلل السبورت انجريس بشكل عموم بانك بتقوم التمرين صح فكل المصر فايبر شغاله، فهو هيقلل نسبه حدوث السبورت انجريس وهيحسن الكواليتي بتاعه التمرين فبيديك نتائج احسن منه،
وهيقلل الوقت اللي بنستخدمه في الريهابليتيشن مع الدكتور العلاج الطبيعي. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. وانتوا دارسين علاج طبيعي؟ ايوه. هل في يعني مين التكنيكال ارم بتاعكم في المشروع؟ يعني انا اللي عامل السوفت وير كله. يعني انت اللي عامل السوفت وير؟ اه. والله برافو عليك. شكرا. طب عندك كم تمرين على البرنامج؟ نعم. عندك كم تمرين على البرنامج؟ كم التمرين حاليا؟ واحد. واحد بس؟ احنا كنا شغالين على التمرين التانية، بس هو ده الفيرجن الاولاني، كنا شغالين على الفيرجنات التانية عشان نخليه على موبايل ابلكيشن. ده كان الابروتش بتاعنا، نخليه على ابلكيشن وكنا نحط التمرين التانية. طيب يعني اكسبكت يعني هيوصل كم وكم تمرين؟ هيوصل كم تمرين؟ الاكسبكت بتاعنا ان هو هيوصل لكل التمارين، هي نفس الفكرة، بس ان احنا نعمل نديتكت الروم احسن ونديتكت البوني لاند مارك احسن، لان كل جوينتس في بوني لاند ماركس بيلقط منها الارتفيشال انتليجنس، فهو كل ما نحسن منها ونطلعها ادق كل ما اي تمرين تاني هيبقى ابليكابل ان احنا نعمله بكل سهوله، ابليكابل بكل سهوله ان احنا بنقيس الروم بتاع الجوينت الرينج اوف موشن مدى الحركه بتاعه، فاي تمرين ينفع يتعمل ما دام ليه مدى حركه. جميل. طب انت عملت مشكلة الاوفرلابنج في بعض الحاجات، محتاج يبقى في الايدين بتتحرك مع بعض، الايد والرجل بيتحركوا مع بعض، فساعات بيبقى في اوفرلابنج بين الـ يعني الايدين او الرجلين. بحس ان حضرتك لو حسب يعني كده حسب دراع ودراع تاني مثلا او كده. لا، ما حضرتك في الفانكشن اللي احنا عاملينها بنحدد في ميديا بايب بيكون عامل لكل جوينت رقم. فاحنا محددين مثلا احنا عايزين نشتغل على نعمل مثلا بايسبس كرولز، نعم عايز اعمل فليكشن اكستنشن للدراع، فمن الاخر انا بحدد البوينتس بتاعت كل جوينت وبقول له انا عايز احسب الانجل ما بين الثلاثه دول، فعشان كده بحدد كل برنامج. يعني انا بكون داخل على البرنامج بقول انا عايز مثلا بتاخد البروجرس مثلا، بتخزنه بتاع الراجل البروجرس او البرفورمانس بتاعه خلال مثلا الشهر اللي فات وتاكيوميليت عليه الشهر اللي بعده وتاكيوميليت الشهر اللي بعده، تديله بعد كده اخر جراف او تشارت يقول انت اتحسنت بنسبه قد ايه، ولا بس مجرد ان انا بتمرن مره وخلاص؟ لا موجود، والكلام ده هيترفع على جوجل درايف مع الويب سايت بتاعتك، بحيث ان انت لو دكتور العلاج الطبيعي او انت شخصيا عايز تخش تتراك الموضوع ده هيبقى موجود. انا ماركو جمال، الفرقه الثانيه جامعه القاهره، هندسه القاهره. تفتكروا كم مره في اليوم كده كل واحد مننا بيستخدم سمارت ديفايس زي اللابتوب او الكمبيوتر او موبايل مثلا او التابلت بتاعه؟ 100 مره في اليوم، مش كده؟ وده يخلينا نفكر احنا ليه دايما كبشر بنروح نلجا لاجهزه ذكيه زي كده، بس دايما بنفكر ازاي نستخدمها استخدام ذكي وسهل في نفس الوقت. وده اللي خلاني افكر في فكره WCCG او Wirelessly Controlled Computer with Gestures. وده عباره عن جهاز او امبيدد سيستم بسيط جدا، مكون من الاردوينو واثنين التراسونيك سنسورز، بقوم بتركيبهم على اي جهاز يقبل بس بايثون كسمارت تي في مثلا او اللابتوب او البي سي بالطبع. وده بيخليني اقدر اتحكم في الجهاز بتاعي عن طريق جيشرز او حركات بس من بعيد عليه. طيب تاني، الجهاز بتاعي ده بيتكون من ثلاث حاجات بسيطه جدا، اثنين التراسونيك سنسورز بس والمايكرو كنترولر او الاردوينو بتاعي. هو عباره عن سي بروجرامنج ومعاه بايثون كود. طيب واللي بيحصل ان انا بقدر اتحكم في الجيسترز دي عن طريق حركات بس من بعيد لبعيد، ممكن اتحكم كمان في الرينج بتاعي على بعد 30 سنتي 50 سنتي او اكتر، وبالتالي انا اقدر استخدمش اصلا ماوس او كيبورد واتحكم بس عن طريق الحركات بتاعتي. الاول كنت بادئ بثلاثه او اربعه جيسترز بس، دلوقتي وصلت 11 12 جيسترز، ممكن كل يوم بقعد ازود عليها. من اهم الحركات والجيسترز الموجوده دلوقتي دي هي مثلا اني اقدر لو انا بشوف فيديو مثلا اوقف او اشغل الفيديو، اعلي او اوطي الصوت، لو بقرا بي دي اف او كتاب اقدر ان انا اقلب اسكرول داون او اب في الكتاب بتاعي ده، لو فاتح اكتر من سكرين اسويتش بين السكرينز بتاعتي، لو فاتح جوجل كروم مثلا اقدر اسويتش بين التابس كلها، لو فاتح صور اقلب في الصور، اصور، اخد سكرين شوت، كل الحاجات دي وحاجات اكتر كمان. طيب الموديولز زي ما قلت هو التراسونيك سنسورز ومعاه الاردوينو بتاعي، وبس بركبهم بطريقه بسيطه جدا. والتكنيكاليتي بتاعت المشروع دي ما تعتبرش هاردوير كتير، لكنها سوفت وير اكتر. عباره عن ايه؟ عباره عن الجيسترز بتاعتي بتبدا تخش على الالتراسونيك سنسور بتاعتي، وبعد كده تقراها عن طريق الاردوينو، والاردوينو ده بينترفيس مع البايثون كود بتاعي عن طريق لايبراري اسمها باي اوتو جي اي. اللايبراري دي بتخليني اتحكم في الكيبورد او الماوس بتاعت الجهاز.
على سبيل المثال مثلا لو انا هنا واقف قدام اللابتوب بتاعي وقدام السنسور الاولاني او اللي على اليمين ده بدات اعمل كده بيبدا يحصل ايه؟ انا حطيت ايدي قدام السنسور ده لمده ثانيه على بعد 30 سنتي مثلا وانا بتحكم في الرينج ده براحتي عشان لو عندي مثلا سمارت تي في بعيد على الحيطه او حاجه اقدر اتحكم فيه من بعيد لبعيد. وبعد كده هو السنسور قرا ان انا حطيت ايدي ثانيه وشلتها فبيبعت للاردوينو، الاردوينو بينترفيس مع البايثون والبايثون ساعتها يفهم لو انت مثلا مشغل جوجل كروم فهو كده بيقلب للتابس الثانيه، لو مثلا فاتح فيديو هيقلب الفيديوهات، لو حطيت مثلا ايدي قدام الاثنين سنسورز مع بعض هيقلب بين الاثنين سكرينز وحاجات تانية كتير. طيب انا هنا مش بقول ان انا بحل مشكله كبيره او حاجه، بس كلنا جالنا وقت مثلا الموبايل اللي معانا في جبنه مش قدم، ولكن في موبايل تاني نزل فيه فانكشنز احلى فانكشنز زياده، فابدا ان انا استبدل الموبايل ده بالموبايل الجديد. ولكن الجهاز بتاعي ده هو رخيص جدا ممكن يتركب على اي جهاز عندنا لو انت مثلا عايز الفيشر الزياده دي. كل دي استخدامات مدنيه. بص يا ماركو، في حاجه اسمها ليب موشن، عارفها؟ ليب موشن، ليب موشن بتاع مايكروسوفت. مش عارف ليب موشن هي ديفايس برضو بحطه كده وبحرك ايدي فوقيه وبيعمل الحاجات دي كلها. هي الفكره مش كده، الفكره ان التطبيق هو اللي بيفرق، فانت محتاج تفكر في تطبيق يخدم حاجه مثلا الناس زي الديسيبل بيبل، الناس اللي هم عندهم مشاكل يعني حركيه، وتحاول تحطه في شكل برودكت ينفع يخدم الناس دي. لكن هي الايديا جميله، لكن محتاج تكستمايز تحطها في شكل برودكت يخدم سيجمنت معين. لسه مكملين معاكم فعاليات اليوم من مسابقة الابتكارات العلمية بالموسم 11 من مهرجان إبداع. فاصل ونواصل. من سنة لسنة ومن إبداع لإبداع ما زال مهرجان إبداع بيواصل مسيرته ليقدم المواهب الشابة في كل المجالات. ها نحن أمام ضربة البداية لدور الستار. خلف تفضل. إذا ما رأيت الذي أستحبه وقالوا عميتا كرهت البصر. الهدف بتاع القصة مسرح رائع في هذا العصر. كورال وفي الشهيد. موسيقى، عنصر التشويق واللي هو قلنا ان هو اهم حاجه، ف قصه قصيره ان شاء الله بالتوفيق. فنون شعبيه ومبادرات مجتمعيه. شعار مهرجان ابداع مع ابداع، حقق حلمك. كل هذا بدعم وتحفيز من القياده السياسيه لشبابنا الموهوبين والمبدعين ليواصلوا مسيرتهم وابداعاتهم في كل المجالات. مع إبداع حقق حلمك. The world is developed. Don't make a medicine is late. أنا نوران محمد المصري، طالبة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان Department Medical Informatics. العالم كله بيتطور فبلاش نخلي الطب يتأخر، وده كان السبب الأساسي إن أنا أعمل بروجكت لي علاقة بالميديكال فيلد. دلوقتي Automated Medical Machine هي بتشوف أكتر من مشاكل موجودة في القطاع الطبي، مش القطاع الطبي بس، هو القطاع الطبي والصيدلة وكمان معامل التحاليل. دلوقتي كلنا بنشوف المشكلة اللي كانت أساس أو الترند 2017 في مشكلة الصيادلة اللي قالوا إحنا مش قادرين نقرأ خط الدكاترة، وبرضو الدكاترة اللي طلعت وقالت إحنا مش هنقدر إن أنتوا تعملوا روشتة بتكون إلكترونية عشان خاطر ده بيقلل من برايفسي بتاعت المريض، وحصلت نقابة الأطباء قالت إن هي مش هتقدر تعمل حاجة زي كده، واتعملت في بعض الكلينيكال دلوقتي يعني، بس مش مستمرة. تاني حاجة عندنا المشكلة الكبيرة اللي موجودة في المستشفيات العامة والتزاحم اللي بيبقى موجود عشان يقدروا ان هم يصرفوا دواء، ورابع حاجة السفر عن طريق الطرق الصحراوية زي الضبعة واسكندرية الصحراوي اللي مفهوش اي خدمات ليها علاقة بالأدوية.
خامس حاجة في عندنا بريدكشن للأمراض القلب والسكر. الاثنين دول تقريبا بيتم اكتشافهم بالصدفة لما بيحصل كوما مثلا في القلب، أو البريدكشن تاني حاجة للشوجر لو انت مثلا بتعمل، أو الديابيتك سوري اللي انت بتعمل تحليل لريت لحاجة ليها. والحل ساعتها كان اوتوماتيد ميديكال ماشين. اوتوماتيد ميديكال ماشين هي ماشين عامله زي الاي تي ام، زي ما انت بتقدر ان انت تسحب الفلوس بتاعتك، تقدر ان انت تعمل ايداع، تقدر ان انت تعمل حاجات كتير عن طريقها. انت ممكن تعمل كده عن طريق اي تي ام بس عن طريق ميديكال. طيب اول حاجه في الفيتشرز اللي موجوده في الاي تي ام او الاوتوماتيد ميديكال ماشين هي الهوسبيتال. انت تقدر ان انت تشوف الهوسبيتال دي موجوده فين، اقرب مستشفى ليك موجوده فين. تاني حاجه ان انت تسيرش عليها، تقدر تعمل تيست وان انت تشوف التحاليل بتاعتك، تحط اسم التحاليل. يعني احنا عندنا مشكله ان مثلا كل المعامل التحاليل دلوقتي بيبقى عندها الابلكيشنز بيطلع التحاليل بتاعتك، بس الناس نفسها واليوزرز بيكون مش عارف ده نورمال ولا ابنورمال، فده يقدر ان هو يعرفني بحاجه زي كده. عندنا البايومتريكس. البايومتريكس في مجموعه من السنسورز زي مثلا الاوكسيميتر، زي درجه الحراره وضربات القلب. دول الثلاث حاجات دول بقدر ان انا اشوفهم عن طريق السنسور. ممكن اجربهم لحضراتكم. السنسور دي بيجيبها لي. خامس حاجه الامرجنسي. دلوقتي لو انت موجود على طريق صحراوي وحصل اتاك لشخص وعايز حد يلحقه بسرعه، طيب هنعمل ده ازاي؟ انا في امرجنسي دكتور، الدكاتره دول كلمت معاهم شخصيا وقلت لهم ان هو هل مستسمح يعني استسمحهم ان هم يكون موجودين على الابلكيشن او الاي تي ام دي على طول، وقالوا لي ماشي. وديت موجود فيها ارقام تليفوناتهم اماكنهم، ويقدروا ان يتحركوا في اي وقت يلحقوا الشخص دوت. طيب كمان في مشكله، الطرق الصحراويه بيبقى السيجنال قليل، فطبعا انا عامله الامرجنسي دي على اساس ان هيبقى في سيرفرز داخليه للاي تي ام تقدر توصلهم دايركتلي والنتورك هيكون احسن. طيب في حاجه واحنا قلنا مشكله اللي من شويه، وهي الصراع اللي حصل ما بين الدكاتره والصيدليين، السيرش فور ذا دراج. سيرش فور ذا دراج نقدر ان احنا نعمل عن طريقها عن طريق ثلاث حاجات. اول حاجه ان انا بعمل سيرش دوت، ان انت بتكتب اسم الدواء، اسم الدواء بيطلع لك. طب دي نمبر 1. نمبر 2 ان انت في حاجه اسمها ادويه الاوتو سي. ادويه الاوتو سي دي ادويه بيتم صرفها بدون التدخل او بدون روشته. فالماشين بتساعدنا في ايه؟ بتساعدنا ان انا دلوقتي عندي الدواء في الصداع، ممكن تخش عليه وهتلاقي ادويه، بتلاقي السعر بتاعه والاكسباير بتاعه وكل حاجه موجوده فيه. تاني حاجه في اللي انا استخدم فيها السيرش، وهي الفايا كاميرا. انت دلوقتي ممكن كتير مننا بيبقى ماشي بعلبه الدواء بتاعته او الشريط عادي بتاع الدواء بس خلص، فانا مش فاكره روشته ومش معايا روشته، هعمل ايه؟ هحط الكاميرا، علبه الدواء قدام الكاميرا، بتبدا ان هي تاخد يعني بتبدا تاخد كابتشرز ورا بعض ورا بعض عشان خاطر تقدر ان هي زي الفيديو كده في الكودينج، وبعد كده بتقدر تعمل بريدكت. البريدكت بتاعها كام؟ 99%. اخر حاجه ودي ان انا يا رب يعني ان شاء الله الريسيرش بتاعها باذن الله هيتنشر في بيبر، دي عن طريق روشتا. ده ديب ليرنينج موديل نيورال نتورك. اول حاجه بيبدا ياخد الروشتا يعمل لها سكاننج، وبعد السكاننج بيعمل سيجمنتيشن، والسيجمنتيشن بيطلع لي اسم الدواء ده الاكيورسي كام؟ 97%. انا افضل ان انت تركزي على الجزئيه الاولانيه السيرش، اللي هي جزئيه ان انا يبقى الدواء افيلبل في اماكن ما فيهاش ادويه، اللي هي حضرتك قلتي لي او تي سي. اسمها او تي سي؟ او تي سي. الاو تي سي ده انت بتقولي من غير روشتة. من غير روشتة. فانت اتمنى ان انت تركزي على النقطه دي بس، بعيدا عن القياسات وصرف الادويه وكتابه الادويه، لان دي هتدخلك في 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 طلب موافقات هتاخد لونج تايم، وفي الاخر هتلاقي نفسك ضيعت وقت كبير قوي او ما وصلتيش لحاجه. هنركز على الاو تي سي. الفكره دي هتبقى ناجحه جدا 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 معاكي، وتقدري كمان تشتغلي منها تعمليها بيزنس وايز، مش موضوع ان هي يعني مش موضوع ان انت عايز تقدمي خدمه تبيع. انا عامله البيزنس موديل ليها، انا بصيت عليه، انا بصيت على البيزنس كانفاس بتاعك. فانا عايزك تركزي على الحته دي تحديدا، هتلاقي نفسك رحت في حته تانية خالص. معاكم احمد ايمن من الاكاديميه المصريه للهندسه. وانا محمد يحيى من الاكاديميه المصريه للهندسه التابعه لوزاره الانتاج الحربي.
احنا مشروعنا احنا مش هنخترع العجله، احنا ازاي هنخلي العجله دي تطير. تمام، احنا المشروع بتاعنا التايتل بتاعه سويتشد مود باور سبلاي، سمارت سويتشد مود باور سبلاي. طيب الباور سبلايز عموما احنا بنستخدمها في حياتنا تقريبا في كل حاجه، شحن الموبايل، شحن بطاريه العربيه، اللابتوب، لو انا عندي سيرفر بشغله على باور سبلاي بتاع سيستم، يعني سيرفر بتاع الكليه الكلام ده. تمام، فالباور سبلاي وايدلي يوزد في الحياه العامه عمليا. فاحنا فكرنا ايه المشاكل الموجوده في الباور سبلايز الموجوده عموما وازاي نحلها. الباور سبلايز انا مش هتكلم كلام تكنيكال في الاول لان هو الوقت ليميتد شويه، فاحنا هنحاول نخش في الموضوع على طول. الباور سبلايز الموجوده في السوق اغلبها هي تمام اغلبها كونستانت فولت يا اما كونستانت كارنت. احنا حاولنا نعمل باور سبلاي كونستانت فولت وكونستانت كارنت مع بعض. تمام، المشكله الثانيه كان الفولتج بتاعت الباور سبلاي يا اما هي فيكسد يا اما هي مانوالي فاريبل، يعني اقدر اتحكم في الفولت بتاع الباور سبلاي مانوالي. طيب انا بقى قدرت اعمل ايه في المشروع بتاعي؟ قدرت ان انا احقق باور سبلاي اوتوميتد للفولت والكرنت عن طريق موبايل ابلكيشن. الموديولز اللي انا استخدمتها عشان اقدر احقق ده، استخدمت الاي اس بي 32 ده عشان هو فيه بيلت ان واي فاي موديول، وعشان هو البروسيسنج سبيد بتاعته عاليه جدا، وفي نفس الوقت اقدر كوميونيكيت ما بينه وما بين السيرفر، وكوميونيكيت ما بينه وما بين اي ديفايس تاني عن طريق الاي تو سي بروتوكول. طيب انا كان عندي مشكله في الاي اس بي 32 ده ان هو ما بيقراش غير ديجيتال، يعني هو بيقرا ديجيتال ويبعت ديجيتال. طب احل المشكله دي ازاي؟ اضطريت ان انا استخدم معاه الاردوينو نانو عشان اقرا الفولت والكرنت اللي عندي انالوج عشان اقدر اتحكم فيهم صح. طيب دي كانت الفكره ان احنا نستخدم الاردوينو نانو. طيب الباور سبلاي بتاعي الفيتشرز بتاعته ايه؟ الفيتشرز بتاعته ان انا قدرت اوصل ل 2.5 كيلو وات مع ان اعلى باور سبلاي موجود في السوق 1.5 كيلو وات. الكلام ده كديزاين سيميوليشن، اكشلي انا ما قدرتش اوصل للقيمه دي بسبب ان اغلب البي سي بيز اللي بتطبع الليرز بتاعتها ضعيفه جدا كاديوكيشنال بي سي بي، لكن انا لو قدرت احقق ده في مصنع انا اقدر فعلا اوصل للقيم دي لان انا وصلت للقيم دي في السيميوليشن وطلعت باكيروسي عاليه جدا. ودي كانت السيميوليشن بتاعتنا كتيست قبل ما ننفذ البروتوتايب. احنا معانا فيديو للبروتوتايب هو شغال ومعانا البروتوتايب شغال. كان السيركت ديزاين عندي انا عايز كنترول كارنت وكنترول فولت. طيب الكارنت كنترول احنا ما قدرناش نحققه دلوقتي بسبب الكومبلكسيتي بتاعت السيركت. طيب قدرت احقق ايه؟ ان انا اعمل كارنت ليميتر ما تعداش القيمه دي. تمام، فانا دلوقتي قدرت اتحكم في الفولت بتاعي حسب البي دبليو ام اللي خارجه لي من الاي اس بي. طب هو بيحسب البي دبليو ام دي ازاي؟ هو بيجي له سيت فاليو من الموبايل ابلكيشن، وفي نفس الوقت هو عنده الريدنج بتاع الاكتشولي فاليو من الموجوده دلوقتي، وبيبدا يدخل القيمتين دول على بي اي دي كنترولر ويحسب منها البي دبليو ام بتاعته. ده كان شكل البي سي بي ديزاين بتاعنا كفاينل بروتوتايب، بس مش ده اللي معانا لان احنا ده موجود في الكليه دلوقتي للاسف. احنا اللي معانا البروتوتايب الاولاني اللي احنا جربنا عليه. تمام، وده كان البلوك دايجرام بتاع المشروع بتاعنا. انا في الاول كان عندي الجزء بتاع الريكتيفيكيشن، وده كان يعني اكبر جزء فيه مشكله لان الريكتيفايرز عندي عشان اقدر اطلع كرنت عالي مع فولت عالي كنت محتاج كباستور كبير جدا، والحمد لله لقيناه متوفر في السوق. بعد كده دخلت استخدمت الباك كونفرترز عشان ابدا اعمل ستيب داون للفولتج اللي عندي. فكان في مشكله تانية ان انا البي دبليو ام اللي عندي انا مش هقدر اكنترول السيرتن فاليو اللي انا عايزها، فانا عملت الباك كونفرجن عندي او الستيب داون كونفرجن على مرحلتين. المرحله الاول هتعمل لي ستيب داون لنقله كبيره اللي هي من 310 فولت اللي هم خارجين في الريكتيفاير، وبعديها هيبدا ينزل ل 50 فولت فيكسد اللي انا هبدا على اساسه اتحكم فيهم. وعندي بعديها الباك الثاني عشان يبدا يتحكم بقى في الديزايرد فاليو اللي انا عايزها كموبايل ابلكيشن او كيوزر. فببدا الباك الثاني ده بيتعمل عليه البي اي دي اللي موجود في الاي اس بي عشان يطلع منه الديزايرد فاليو اللي موجوده في الموبايل ابلكيشن. بص يا احمد، انت دلوقتي استعملت اثنين مايكرو كنترولر اللي هو اي اس بي 32 او نود ام سي يو بيسموه كده، واستعملت اللي هو الاردوينو نانو. طب ليه مستعمل اثنين؟ انت كده لو استعملت اردوينو نانو حطيت عليها اللي هي موديول بتاع، لا بالعكس، لا معانا النانو أيوه؟ عشان استخدم نانو بس لا مش هتبقى افيشنت معايا لان البنز اللي في النانو مش هتكفي ان انا اقرا وابعت وكمان يبقى فيه معاها في واي فاي موديول.
وعشان استخدم الميجا هتبقى اغلى من الاي اس بي مع النانو والاي اس بي. فانا عشان كده دورت على الارخص وفي نفس الوقت يديني افشنسي عاليه ويحقق لي التارجت اللي انا عايزه. خلصت حلقتنا النهاردة، لكن مسابقتنا لسه مستمرة معاكم بمهرجان إبداع الموسم 11. تابعنا مع حضراتكم منافسات اليوم من مسابقة الابتكارات العلمية. بنتمنى كل التوفيق والحظ السعيد لكل المشاركين من كافة الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة. وخليكوا دايما فاكرين شعارنا في مهرجان إبداع: مع إبداع حقق حلمك. حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناح الطاير في السماء حمام. حوادت بتجيب حوادت أحلى وكنز بيفضل في رحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. جاي نرسم حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناح الطاير في السماء حمام. حوادت بتجيب حوادت أحلى والكنز بيفضل في الرحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. أصلها إبداع، كل الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع. جي الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. أصلها إبداع، كل الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع. جي الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. حالا فكرة